بالنسبه لينا حنايا كان عندنا واحد الهدف، وهذا انا عاودته شحال مره، وانا كان عندنا هدف. هادو شباب صغار، يعني صغار، كنتكلموا على الدراري 2007، راهم اي 17، وحنا كنلعبوهم سيركلاسيونهم وكنلعبوهم اي 19. هاد المحطات هذا مهمه بالنسبه لهم بور لو ديفلوبمون. حنا اون ديفلوب حتى النتيجه بون، حنا مورا قبل من النتيجه كاين الاداء، كنقلبوا منهم دي كومبورتمون، وهذه حويجات اللي هي بناءه. الا كان هذاك الشيء اوكي، الا ما كانش واخا نربحوا عندنا مشكل. اذا الحمد لله اننا خدمنا، عانينا في النهار الاول لان كان شويه د العيا، كان شويه د العيا جايين كيف ما قلت من ماتش ديال الحد ديال الشامبيون ديالنا، وكان عندنا مع فرقه كبيره، جلسنا غير الاثنين ولعبنا الثلاث جوج الماتشات تا بين قوسين حتى القرعه ما ساعفتناش. حنا اللي طحنا في جوج الماتشات في نهار واحد، عانينا شي شويه. الماتش الاول دوزناه مزيان كونتر فلامينغو اللي هي فرقه كبيره. الماتش الثاني عانينا شويه، لقينا شويه الطراوه غلباتنا، يعني ما لقيناش. ولكن نهار البارح اللي جلسنا استرجعنا الحمد لله، جلسنا خدمنا شي شويه، وهدفت شويه ديال ريكوبيراسيون. الحمد لله الوليدات اليوم داروا المجهود، هذا هو الطريقه باش كنبغيو نلعبوا، هو انه ما كنخليوش الخصم يلعب. عندنا طريقتنا، الا ما لقيناش ذاتنا ولا ما لقيناش الجزام ديالنا اللي تعاوننا راه كنعانيو. ولكن اليوم مع الكلاس كانوا مزيانين الدراري، كنا في الحقيقه نربحوا باكثر من في الماتش، لان الفرص اللي جاتنا اكثر من ديالهم. حاولنا من اليسر وهذا مع لي شونجمون حاولنا ما امكن، ولكن ربي ما خيبناش انه حتى في لي بينالتي ربحنا. كانت المقابله صعيبه، كي كنتيو كتشوفوا كان الخصم قوي، وكنا حنا اللي سجلنا الاولين، وكانت عطاتهم هما اوكازيون باش يسجلوا، وكان ماتش صعيب. وكنشكر الطاقم اللي كان معنا اليوم، وكنشكر اللعاب اللي قدموا جهد كبير، والحمد لله توفقنا نربحوا في هذا الماتش. بيلانتيات كنقولوا ان كتكون خدام عليهم صراحه، وقبل من نجيو لهاد المنافسه كنت انا ترينيش مع لي كوتش ديالي فيها، كنا دايرين بيناتنا بيلانتيات، والحمد لله كنت توفقت، ومش حاله دي وانا كنت فينا اليوم داكشي علاش.